مشاهدنا الكريم، أهلا بك في رحاب شهر الخير في شهر رمضان المبارك، الشهر الذي هو خير الشهور وهو قد دعينا فيه إلى ضيافة الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم أن نستزيد ما نستطيع من هذه الضيافة المباركة. نرحب بك في حلقة جديدة من برنامج الفقه حياة، وضيفنا الكريم الدائم في البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بكم سماحة السيد، منا ومنكم إن شاء الله. راح نكون مع حضرتك مشاهدنا الكريم في الإجابة على أسئلتك إن شاء الله بعد 13 دقيقة من الآن. راح تقدر تتصل وتشاركنا من خلال الأرقام اللي راح تظهر بالشاشة، وإن شاء الله بعدها تسمعون إجابات ضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني. سيدنا الفاضل، فيما يرتبط بالآية المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إلى آخر الآية المباركة. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انصافا من الآيات الكريمة العظيمة، انصافا، وكل آيات الله عظيمة. نعم. ولكن تشير هذه الآية إلى قضية كثير ما نغفل عنها، كثير ما نغفل عنها. الناس يعني ممتنون لله أنه هداهم، وأنهم على الطريق الصحيح، وأنهم على الطريق المستقيم، ولكن يغفلون على أنه الشيطان بالمرصاد. نعم، الشيطان لم ينم ولم يغفل، وإنما جالس بالمرصاد هو وجنده، هو وجيشه. فهذا الشيطان في واقع الحال ما يدعك أن تبقى على الطريق. يعني أنت دخلت الطريق الصح، أنت هداك الله، ولكن البقاء على الهداية هذا أنا أعتبره أصعب. نعم. أن واحد يدخل في، حسب تعبيرنا، في الطريق الصح والمنهج الصح والأمر الصح، ولكن الاستقامة فيه والبقاء والثبات أصعب. ليش؟ لأنه الإنسان لما يدخل إلى طريق صحيح أو منهج صحيح هو يتصور أنه إنجاز، فيصيبه الغرور ويصيبه على حال الرضا، يرضى بهذا الأمر. الشيطان يبدأ ماذا؟ يزيغ في قلبه. نعم. الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اتهديتنا يا ربي، بس أكو عملية زيغ، عملية وسوسة وعملية تحريف، هذا لابد الإنسان أن يلتفت إليه. فلا هتشي إذا حقول كلمة شوية حسب تعبيرنا شوية قوية. نعم. أنه ما من عبد من عبيد الله، حتى الأنبياء، ما يوم من الأيام، ما يوم من الأيام تركوا الدعاء بأن الله يثبتهم على القول الثابت والطريق الصحيح. الثبات جدا، حتى الأنبياء، حتى الإمام، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. شوفوا، الله ثبته لأنه شاف عنده إخلاص وعنده كذا، الله أعانه، الله يعين الإنسان بلا أشكال. يعني ندعو بالثبات سيدنا، ندعو بالثبات، وندعو بأن يربط قلوبنا. يربط قلوبنا بمن؟ بما آمنا به، بما اقتنعنا به، بما اعتقدنا به. أن لا يجي واحد يخلخل هذا الأمر. نعم. شكيت ناس شفناهم كانوا في الطريق، الآن وين؟ أنا ما أدري، ذاكر هذا الشيء في الحوزة العلمية، في الحوزة العلمية أشخاص، عمائم كبيرة، لحى طويلة، كتب ما شاء الله، دراسات وتأليفات، ولكن الآن أشوفه مسكين مكان آخر. شنو اللي أخذه؟ وين؟ وهذا مو بس الآن، في زمن الأئمة صلوات الله عليهم، حتى في زمن الأنبياء. نعم. سامع قصة
قصة بن باعورة. يا ريت إذا يعني نستفيد منها. بن باعورة أحد الأولياء في زمن موسى النبي على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنسان إنصافا قريب إلى الله وولي من أولياء الله. وعلى أي حال، حتى أنه كما في بعض الروايات حتى أنه أوتي اسم الأعظم. الاسم الأعظم يعني الرمز الأساسي اللي الإنسان لو دعا به، لو دعا الإنسان بالاسم الأعظم لاستجيب له. ماكو حسب تعبيرنا ماكو حجاب. أي تأني. نعم. هيك شخصية، هيك حسب تعبيرنا هيك منزلة. لما شاف موسى على نبينا وعلى سبيل أنه اكتسح الساحة، اكتسح الساحة، فصار عنده حسد، صار عنده حسد، فركب كما في الرواية ركب بغلته أو حماره، فساق الحمار حتى يصعد فوق الجبل ليدعو على موسى. قلت لك عنده شنو؟ الاسم الأعظم. استجاب الدعوة. نعم. حتى يدعو على موسى، صعد يسوق بهذه الدابة، يلا حسب تعبيرنا ديخ ديخ ديخ، الدابة وقفت، الدابة بعد ما تمشي، كل ما حاول الدابة ما مشت، نزل هو راح، كل ما راد يحكي الله ماذا؟ وعجيبة إخواني والله شاهد، هذه تهزني من أعماقي هاي القضية، أن الله سبحانه وتعالى ما حكى على واحد بالقرآن، الله ما حكى على واحد بالقرآن أقبح ممن حكى على هذا. يعني شقد أكو كفار ومنافقين ومشركين وتعبانين، بس الله حكى على هذا كلام ما سبق له مثيل. تدري شو قال الله؟ نعم. إيش قال؟ مثله كمثل الكلب. هؤلاء علماء السوء، هؤلاء الذين في الواقع غلبتهم شهواتهم وأهواءهم، هو غلب هواه، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إحنا لازم ندعو الله يثبتنا على الطريق واقعا. هذا كان إنسانا صالحا، قلت مقربا، مقربا كذا، بس الهوى إجا، اللهم حسن العاقبة. وأكو قصة برصيصة العابد المعروف برصيصة والشل مغاني، إبليس نفسه سيدنا، نفسه إبليس يركض وراء هذا. إبليس في البدايات أيضا كان صالحا بلا أشكال، أحسنتم، أخذه الكبرياء. الشل مغاني، الشل مغاني ورد لعن من إمام صاحب الزمان عليه، وهو من الأصحاب المقربين. وهكذا شخصيات في تاريخ الإسلام، إحنا نتكلم الآن شنو الآن هم موجودين، أنه أشخاص قلت لك بالحوزة، وأحدهم على حال كنت أحبه أنا، بس الآن على حال أشوفه في مكان آخر، يعني يطلع في قنوات وهابية ضد علي بن أبي طالب. لا إله إلا الله. وهابية، وهابي صار وهابي. زين هذا على أي حال، الثبات أيها الأحبة، الثبات. يس نسأل الله، لذلك رسول الله كان دائما يدعو هكذا، أنه يا مقلب القلوب، يا محول الحول والأحوال، ويا مقلب القلوب والأبصار، ثبت هتشي أو ثبت قلوبنا على دينك. هذا الثبات أيها الأحبة، البقاء على الطريق، الاستمرار، أن لا نسمع من هنا وهناك هاي البيجات والصفحات والشبهات، وهذا يطلع يضحك وذاك يطلع يستسخر، هذا يطلع يستهزئ. ديروا بالكم، ترى هي شوية شوية، أول تستهزئ بأهل الدين، بعدين شوية شوية تقوم أنت تتبنى هذا الاستهزاء، بعدين تصبح أنت إنسان ضمن فريق مواجه لأهل الدين. ديروا بالكم. وربطنا على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبنا واجعلنا من المحصنين إن شاء الله. طيب سيدنا، من خلال كلامكم أيضا تبادر إلى الذهن سؤال عن التوبة فالعصيان ثم التوبة وهكذا. بعض الناس بعد أن يتوب ويسحب الشيطان إلى منطقة العصيان مرة ثانية، يقول لا أنا بعد يعني أضحك على نفسي، بمعنى القول شيء يشبه اليأس من رحمة الله تعالى. إن شاء الله نحاول في ليلة يوم من أيام رمضان نتكلم عن أنه لا يأس من رحمة الله أبدا أبدا أبدا، وباب التوبة، ونتكلم عن هذا إن شاء الله. جناب الأستاذ هم يذكرني، نأتي بالآيات اللي تتكلم عن الرجاء
وأن باب المغفرة والتوبة مفتوح على مصراعيه. طيب سيدنا، احنا عندنا دقيقة ونص أو دقيقتين ضمن هذه الفقرة، دقيقتين. الشيطان وشهر رمضان، ذكرت جنابك الشيطان ووسواسه في شهر رمضان، هل هو يعني مشلول تماما؟ هل هو مغلول تماما؟ شوفوا أستاذ مرتضى، النبي الأعظم ما يتكلم كلام اعتباطي، قال أن الشياطين، يتكلم رسول الله عن مميزات شهر رمضان، أن الشياطين مغلولة، وأبواب النيران مغلقة، أبواب الرحمة مفتحة، تكلم كلمات رسول الله. زين يا رسول الله، إذا الشياطين مغلولة، ليش الناس الآن يشوفوا هذا ما يصوم وذاك يغتاب وهذا يقتل وهذا كذا؟ نفسهم الأمار بالسوء، بعض الناس هم شياطين، يعني هو صار هو جندي من جنود الشيطان. والناس في واقع الحال لا تتصور أن الشيطان جنوده فقط شياطين، قد يكون هذه تدعمها آيات قرآنية، أن بعض الناس هم أولياء الشيطان، شياطين الجن والإنس، هم أولياء يصير هو ولي من أولياء الشيطان. يعني الشيطان يعتمد عليه، شيطان يدز يقول لك روح لفلان شوي رتب أمره، روح كذا، فيزيغ الناس ويخرج الناس عن الطريق الصحيح عن نفس الناس. فالإنسان هو حسب تعبيرنا إمكانيات وأرضية أن يكون شريرا، أن يكون عاصيا، أن يكون. أمس واحد اتصل علي، سأنا ما أريد عليه حال، اتصل قال أنا 62 سنة لا مصلي ولا صائم أبدا أبدا أبدا، والسهم رجعت لله، بس أصلي، أما صوم ما أقدر، أنا عجوع وعطش ما عندي. يعني حسب تعبيرنا ليس مهما عنده هذا الأمر. زين تشلون يعني قلبك، خشوعك، بكائك، ندمك؟ فكأنما الآيات تتكلم على أن بعض الناس يطبع على قلبه. طبعا هذا الولد أنا شجعته على التوبة، ارجع إلى الله، الله إن شاء الله يتوب عليك، بس أدي اللي عليك، وما يصير مصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأكو طبع على القلب وختم على القلب، تتراكم على القلب، وهذه مشكلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يطهر قلوبنا، اللهم آمين، ويبعدنا عن وساوس الشيطان، وإحنا لنصير أرضية وداعية ومذياع للشيطان وأساليب الشيطان. أحسنتم على هذه الإفاضات الهامة سماحة السيد، على والطرح المهم. الآن مشاهدنا الكريم، بإمكانك المشاركة والاتصال من خلال الاتصال على الأرقام الظاهرة في الشاشة، وطرح السؤال الذي تراه يعني أنت بحاجة إلى إجابته إن شاء الله. عندنا أول المتصلين، الأخ جاسم. أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا العزيز، شلونك؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا. سيدنا مولانا الصحة والسلام، سلمكم الله تعالى، بارك الله لكم، رمضان كريم علينا وعليكم، اللهم آمين على الجميع إن شاء الله. حياك الله جاسم، رحم الله. سيدنا عندي سؤال. نعم. هذا السؤال دائما يتردد عندنا. تفضل. أنا واضح أموره عندي، بس أريد أتأكد. أنا رجال خلفة كافر، نعم، واضطريت اضطرار اسافر، بس مو بالمده الزمنيه العشرة ايام، لا اضطريت اسافر اشتغل 4 ايام 3 ايام بالزايد وارجع. نعم. عندي التزام ثاني هناك، عيالي بقى وما ادري شو. انا اليوم فطرت. نعم. اكو فرد مساله، ما اريد افطر، انا ما اريد افطر، بس هذا حكم ربي يعني علي. كم كيلومتر ابو ايش؟ جاسم، كم كيلومتر رحت؟ يعني كم كيلومتر مسافة شرعية؟ محافظة سيدنا، محافظة مو مشكلة محافظة. أنا يا محافظة لي محافظة، من بغداد للحلبة. اي انا ما عندي مشكلة المحافظات، انا عندي المسافة الشرعية. المسافة الشرعية يعني تكون 44 كيلومتر من بغداد للحلة عابرها سيدنا. نعم. طيب، فانت تقول انا ما اريد افطر. احسنت سيدنا. فالسؤال وين؟ السؤال اقدر اصوم ذي اليومين البقين؟ يو لا، يعني شنو تقصد؟ هو في سفر، عيد يصوم وهو في السفر. وانت في السفر؟ مشكور. شكرا لك اخي الكريم، تحياتنا على اتصالك. التلفزيون يلعب دور في التشويش، يسمعون الى التلفزيون فالكلام يتاخر. صحيح، احسنتم سيدنا، ملاحظه مهمه من ضيفنا الكريم.
بالنسبة للأخوة الكرام المتصلين، لما تتصل مجرد أن تحصلنا خلاص اكتم صوت التلفزيون واسمعنا بس من التلفزيون، أو يطلع خلي الجهال يسمعوه، أو تبتعد أحسن، تبتعد عن صوت أبوهم بالتلفزيون ما يخالف، تطلع من الغرفة. طبعا السيد يعاني لأنه على امتداد فترات طويلة في البرامج، والصوت إذا ما كان واضح تعرفون السؤال ما راح يكون واضح، وممكن الإجابة ما تكون دقيقة وصحيحة إذا ما كان السؤال واضح. عدة اتصال من أحمد، تفضل يا أحمد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. شلونك سيدنا العزيز؟ حياكم الله. السلام عليكم. ها نفس المشكله التلفزيون احمد نصي تماما، اطلع من الغرفه حبيبي، ابتعد عنا. نعم صح. قوم يا الله، قول يا الله، يا الله قول يا الله حبيبي، اي اطلع. سيدنا عندنا الوالد مات، الله يرحمه برحمته. اسمعني. نعم. نسمعك واضح. نعم استمر. اريد اريد صيام ملاك، يعني شلون نسوي له؟ شلون نعطيه مثلا؟ سؤالك شنو بالضبط؟ موصي والدك موصي ان صلوا عني وصوموا؟ ايه بعد سيدنا موهج، بس يعني هو يطلب يعني ما صار متمرض وما صار يعني سلكين ثلاثه، فشنو بعدين؟ طبعا نعتذر للاخ احمد، ان شاء الله يعاود الاتصال مره ثانيه ويكون صوته اكثر وضوحا وبنصي صوت التلفزيون حتى نسمعه. الآن بصراحة ما فهمنا من عنده كل التفاصيل لأن صوت التلفزيون كان عالي، تحياتنا إله. ما راح نجاوبه على السؤال إلا إن شاء الله لما يتصل مرة ثانية يكون سؤاله أوضح. مهند أخي الكريم تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله عزيزي. شلون سيدنا مولاي؟ حياك الله مولانا، بارك الله فيك. سيدنا عندي شغلة على أنا عندي لوري خلاص. نعم. وشغلة الصور يطقون صورة. لو يعطونا 25,000. طب للمحطة مع الغاز. نعم. إيه طب للمحطة يعطيك صورة يسمونها، لو يعطونا 25,000 على أساس. لو يعطوني مثلا 40 غاز. نعم. الحصة مالتي ما أدري بها وين تروح. نعم. الباقي. نعم. يعني أنا آخذ هدني ما أدري، لو يعطيني فلوس 25، لو يعطيني الغازات 40 لتر تبقى. نقول مثلا 200 لتر انا ما ادري بها، بس ماخذين هذا النبلات 40 لتر. واضح هاي السالفه مر علي مئات المرات. واضح. ان شاء الله تسمع الاجابه. عندك سؤال اخر مهند؟ والله بس على هاي. شكرا لك على اتصالك والله يوفقك، لان جاي تسال عن الحلال والحرام وتوضح التفاصيل. شكرا لك مهند، وهاي هم رساله للاخوه الكرام المسؤولين القائمين على شؤون الدولة. يعني هذه السرقات الواضحة العلنية، ما أعرف دور النزاهة وين، دور الوزارات وين، دور الرقابة في كل وزارة وين. عموما يا صاحب المحطة نفسه هو ماكو متابعات. سيدنا عندنا اتصال من منو؟ أم عباس أختي الكريمة تفضلي. أي بعد الوحيد. حياكم. أنا أخذت فلوس، أنا قررت فلوس من مرة، قررت فلوس يعني متشار بالدنانير. نعم. 40 دينار. نعم. اي والمرة قالت لي خابي عمه هاي البنات ما يدرين. اي فاني من رجعتين ما طيت ثيابي. نعم. ما طيت ثيابيتها. بس انا المرة توفت. اي المرة توفت. وانا ظليت اواهس. يعني قلت لبسها مرتي قالت اعطيت اياه. بس أنا ما مصدقة. إي كان حالتهم تعبان الناس ذاك الوقت. واضح. بعد ما أدري السيد يقول ما سألتيها يوم من الأيام؟ ما سألتيها يا أم فلان؟ أنا كنت مريضة مسوية عملية ظهري وهي توفت ما أدري بيها. خير إن شاء الله. أنا قلت لبسها قلت لها أعطيتيها لأمك الفلوس؟ قالت أعطيتيها، يعني ما كان أنا عدت على بيتها، ما كان عدت على بيتها، أعطيتيها الفلوس؟ قالت هي أعطيتيها. بس أنا ما مصدقة. إن شاء الله تسمعين الإجابة من سماحة السيد. والسؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. نعم. أنا مريضة خالص، أعصابي تعبانة، من أمشي رجلي تموت، وضغطي مرتفع. فما صمت، جربت يومين وما قدرت. يعني شلون ما قدرتي؟ ممكن توضحي لي؟ ما قدرت يعني رجلي تموت فد مرة وجسمي كله يرعش وأخرب وضغطي يرتفع. تسمعين الجواب إن شاء الله الحجية أم عباس، والله يمن عليش بالسلامة والعافية إن شاء الله. تحياتنا للحاجة أم عباس، شكرا جزيلا لها على اتصالها. عندنا اتصال من فاطمة، صح؟ فاطمة أختي الكريمة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة
سيد شلون صحتك؟ سلمكم الله، تفضلوا. سيد انا عندي سؤال سيد واروح لك. تفضلي اختي. اني اصلي على السجاده وفرشه رايه الحسين، صوره الحسين وفرس الحسين بيها، هم بيها اشكال هاي علي صلاتي؟ يعني هي من ضمن السجاده؟ اي فوق السجاده وخلي رايه الحسين ومرسوم بيها صوره الحسين والفرس مالت الحسين. نعم واضح. اي هم يعني اشكال بيها. فدوى سيد انا صار 13 سنه مشلوله على الفراش، اريد دعاءك فدوى اروح لك. الله يعافيك ان شاء الله. الله من عليك بالسلامة والعافية ان شاء الله. صار لي 13 سنة. لا اله الا الله. اي والله. اريد الدعاء في واروح لك سيد. الله يعافيك ان شاء الله. شكرا جزيلا للحاجة فاطمة على اتصالها، شكرا جزيلا والله يمن عليها بالسلامة والعافية ان شاء الله والشفاء العاجل، اللهم امين. وهذا وسام بالنهاية اختي الكريمة، من يعني انت في مظلومة واذيتي هذه الاذية، وما اكثر المظلوميات بين الأوساط العراقية والتفجيرات، وحضرتك أحد ضحاياها. عندنا اتصال من يعقوب، تفضل يا يعقوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونكم؟ شلون صحتكم سيدنا؟ حياك الله أخي، أهلا وسهلا. سلمكم الله، بارك الله بك. سيدنا أمس سألتك أنا سؤال مثلك على مود إخباري، عشان أصلي ورا الإخباري. يصلي ورا الإخباري، نعم. سيدنا أمس أنا يعني سألت فوق العتبة العلوية والعتبة الحسينية، قال لي صلي ورا إخباري إذا يسمي القرآن ويؤمن وجود اهل البيت جميعا. نعم. فانت قلت لي ما يصير تصلي وراه، وهذا الشيوخ بالعتبه العلويه والعتبه الحسينيه يقولوا لي صلي وراه. نعم، فانت لما اتصلت هنا تريد تاخذ الاجابه من السيد، والسيد جاوبك يا اخي الكريم. جاوبني بس يعني ضغطت بشك انا والجامع وصفني يعني. اقول لك حبيبي اسالك سؤال، اسالك سؤال. نعم سيدي. انت تقلد اي واحد هسه مو مهم، تقلد سيسيستاني. لما تسأل السيسيستاني سيدنا الذي يصلي أو الذي يعمل بدون تقليد شنو رأيكم فيه؟ إيش راح يقول السيسيستاني؟ هو يعمل بدون تقليد، هو يقلد الإمام المهدي على الجهة الأخرى. يقلد الإمام المهدي؟ شنو يقلد الإمام المهدي بابا؟ هو بعد من سنة أشتغل. شنو يقلد الإمام المهدي؟ ابني هنا هذا شنو يقلد الإمام المهدي؟ وين حتى يقلده؟ شنو يعرف؟ على نادي الإمام المهدي على الجهة الأخرى. شنو يعرف الإمام المهدي حبيبي؟ شنو يعرفه؟ هاي ليه قشمركم هالحكايات هذه؟ من ايش يعرف الامام مهدي؟ شنو كلمات الامام مهدي؟ يعرف كلمات الامام مهدي؟ يعرف راي الامام مهدي؟ هذا الحكي تجيبوه انه الامام المهدي، هذه المهدويه وذول الجماعات المنحرفه باسم الامام مهدي يقشمروكم. احنا ما نقدر نفتهم الدين، ما نقدر نفتهم الدين الا من اهل الخبره اللي صار له 40 50 60 سنه قاعد بالحوزه، يعرف الادله والروايات والقرآن والتفسير حتى يقدر يطلع لنا مسألة شرعية. يقلد الإمام المهدي شنو هذا؟ ضحك على من هذا؟ تضحكون على الناس أنتو. طيب، فالسيد السيستاني يقول من كان عمله بدون تقليد فعمله ماذا؟ غير صحيح. فهذا اللي واقف يصلي بدون تقليد فعمله بالنسبة لمقلدي أنا، بالنسبة مرجعي، عمله غير صحيح. شلون أنا أقتدي بشخص مرجعي يقول عمله غير صحيح؟ واضح الموضوع يا عقوب؟ قشمروا غيرنا، يعني هذا خداع. انتوا تتصلون حتى تخدعون الناس. سيدنا انا والله يعني دائما شو سالت انا اتاكد يعني. اخي الكريم يمكن انت بالاماكن البقيه ما انطيت التفاصيل، الان حضرتك لما بينت التفاصيل اجتك الاجابه، ان شاء الله مطمئن؟ ان شاء الله مطمئن. شكرا لك على اتصالك. الله يبارك فيك حبيبي. الله يديك. شكرا جزيلا للأخ يعقوب على اتصاله، تحياتنا له. هو يوم أمس اتصل واليوم أيضا اتصل، راح يصير الصديق الدائم للبرنامج. لا يقلد الإمام مهدي، هذه الكلام اللي استفزني. شنو يقلد الإمام مهدي؟ أنتم الشعر شو تعرفون من الإمام مهدي حتى تقلدونه؟ نعم أحسنتم سيد. اتصال من منو؟ سيد بلال، تفضل يا سيد بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس نصينا التلفزيون أو أطلع المكان ثاني بعيد عن التلفزيون أخي سيد بلال. السلام عليكم قلبي. عليكم السلام ورحمة الله أخي، حياك الله. ربي يحفظكم. بس سؤال سريع حتى أعطي مجال للمتصلين. تفضل عزيزي أنت، تفضل أخوي. رحم الله والديك. والديك. صديقي حلف بالقرآن كذب، يعني بدعوة المحكمة طب للقاضي وحلف بالقرآن كذب، بس الحمد لله والشكر هاي الدعوة يعني سقطت. الحمد لله والشكر. شنو كفارة؟ نعم. كفارة الحلف بالقرآن كذب. واضح. عندكم مداخلة سيدنا ولا لا؟
حلف بالقرآن على شنو؟ لحظة سيد بلال. حلف بالقرآن شنو يعني؟ قال أنه فلان قضية صايرة، فلان قضية، أخبر عن شيء باليمين. يم القاضي سيد. العفو سيدنا هي الشغلة ما صايرة، بس هو حلف يعني كذبا قال صايرة حسب ما سمعت من صديقه. والقاضي حكم بحسب اليمين. لا ما حكم ما مشوها الدعوة، ما مشوها يعني، ما صارت ما مشوها الحمد لله واشكر. يمين غموسها، يمين غموس واضح. حياك الله، شكرا لك أخي الكريم، تسمع الإجابة إن شاء الله. تحياتي لك وشكرا جزيلا. عندنا اتصال من منو؟ حامد، تفضل أخي الكريم. ألو سيد، حياك الله حامد سيد. نسمعك عزيزي وسيد يسمعك إن شاء الله. مولاي تفضل يا عيوني أنت، تفضل بلا تلفزيون، اسمعنا من التليفون. عدي سفر. نعم عدي سفر للبادية بعد. نعم إيه، ويعني أروح بيومي وردني، يعني شنو من الجودة للإفطار؟ بيش الساعة تطلع؟ اطلع انا السحر واطلع وجهي العصر. كم كيلومتر؟ ايش قد تقطع مسافه؟ مسافه فوق مثل ما 40 كيلو. بالشهر كم مره؟ السيد يقول بالشهر كم مره تروح هذا السفر؟ بالشهر كم مره تطلع هذا السفر؟ بس هذا، بس فقط بس هاليوم. بس هاليوم، بس هاليوم. واضح واضح واضح. 48 كيلو صح؟ شكرا. تحياتنا لك وشكرا جزيلا على اتصالك. واستمتع بالسفر للبادية، لأن مثل ما يقولون بها صفاء للذهن وراحة للنفس، وحلوة هناك همات القعدة وقراءة القرآن إن شاء الله في أيام شهر بعد الظهور يطلع. قال لا نتسحر ونطلع سعيد. نطلع سعيد. تسمع الإجابة إن شاء الله أخي حامد، تحياتنا لك وشكرا جزيلا. تحبون نأخذ فاصل سيدنا ونكمل؟ راحتكم، لا ما عندي مشكلة. إذن نكمل، نكمل مع اتصالات الإخوة الكرام ورسائلهم الصوتية. عندنا اتصال من الأخ أبو ضياء، تفضل يا أبو ضياء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل السيد، ورمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، الله يحفظكم. عندنا مشكلة، سؤال للسيد. تفضل. احنا نعاني هسه من بالنسبة للإفطار وصلاة القصر. نعم. اكو ناس تقول لا من أطراف المدينة اللي ساكنها. نعم. وكل ناس تقول من سكنك، يعني من بيتك، من تطلع من بيتك تطلع 22.5 يصير عليك افطار ويصير. اذا انت تسال عن المسافه الشرعيه وتفاصيلها. من متى نعدها؟ نعم، مين نعدها، مين نحسبها، هذا سؤالك. نعم. من خارج المدينه. نعم. من اطراف المدينه او من منطقه السكناي، من بيتي، من اطلع من بيتي احسب 22.5. واضح ان شاء الله. بعد عندك سؤال؟ شكرا جزيلا. تحياتنا لك الأخ أبو ضياء، وإن شاء الله تسمع الإجابة كاملة عن سؤالك أخي العزيز، والإخوة الكرام أيضا اللي سبقوك باتصالاتهم وبأسئلتهم، إن شاء الله يسمعون الإجابات بالتتابع هذه الحلقة بإذن الله تعالى. عندنا الآن مشاركة أيضا، أبو عباس، تفضل يا أبو عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون سيدنا، شلون كيفك، رمضان كريم. حياكم الله، بارك الله بكم. مولانا احنا عندنا معدات مالت شتلات. معدات شتلات؟ يكون بالشهر 5 برامي. مرات نحتاج نشتري فوقين. بس عيد لي صوتك مو واضح، عيد لي وخلي يصير صوتك شوي اوضح واعلى. عندكم معدات شنو؟ عندنا شتلات. شتلات زراعية؟ شتلات اذا شفل مك... اها واضح. شفل. ايه. ايه. يطلنا 5 برامي لحصتنا احنا بالشهر. 5 برامي غاز. وين الشتلات وين الشفرات؟ يعني الكمية مو يم هي. نعم. بس احنا مرات واقفين مثل ما عندنا شغل. يزود عندنا، ياخذ واحد مثلا 10,000 من مكان هاي، او ومرات نشتري قطع قطعين احنا نشتري مرات. يعني هيك. يعني سؤال واضح عند جنابكم سيدنا؟ يعني فهمت الخبر، اما ما هو سؤال، هذا اخبار. سؤالك شنو؟ سؤالك بالضبط. هذا اخبار عن وضعه. يعني مرات نشتري ومرات نبيع، يعني نبيع القطع مرات نبيعه. نعم. ها تبيعه، حصتك تبيعه. اي. فيقول هذا يعني قصدك هذا بي اشكال او لا صح؟ اي. واضح واضح واضح، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم ابو عباس، تحياتنا لك وشكرا جزيلا على اتصالك وطرح السؤال. متواصلين وياك مشاهدنا الكريم، وبامكانك الاتصال والمشاركه من خلال ارقام الظاهره اسفل الشاشه
وايضا بامكانك مراسلتنا من خلال الكيو ار كود اللي ظاهر اسفل الشاشه ايضا او اللي راح يطلع بالشاشه من خلال تطبيق المجيب وارسال الرسائل. منتظر ويانا، تفضل يا منتظر. السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. عليكم السلام وحياك الله يا اخي الكريم. سيدنا انا سكني بالبطره وعملي بالعماره، العمل بالعماره ابقى 14 يوم وانزل اسبوع للسكن بالبطره. من السكن بالعمارة للعمل اللي أعمل بيومين بس يعني لحظة منتظر منتظر بس منتظر المسافة أكثر من 50 كيلو، يعني يوميا أنا أروح 50-60-70 كيلو وأرجع المكان عملي السكن العمل بالعمارة بعدها 14 يوم أنزل واضح. للبصرة عندي واضح للبيت كم يوم سيدنا قال 14 يوم 14 يوم واضح. أنا التسئلة بس على كم يوم يعني. تمام، عندك سؤال آخر أخي منتظر؟ الله يحفظكم وصيام مقبول إن شاء الله منا ومنكم إن شاء الله. شكرا لك على اتصالك وشكرا على دعائك، والله يحفظك أيضا ويحفظ محبيك وذويك ومتعلقيك ومن يلوذ بك. أم علي أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان الخير عليكم. اللهم أمين علينا وعليكم إن شاء الله. يا أهلا وسهلا حجي. سيدنا الجساعات تفضلي. أهلا كانت والدك عدلة وقاعدة عدي. نعم. من غير أمها كلها هي قاعدة عندي. نعم. أنا أحتاج هي مصرفها طبيبها هاي كل علي. هي عندها فلوس ولا أنا أحتاج هي تقضي من عندها مليونين. نعم. بس أمي تمرضت، أنا يعني حالتي ضعيفة كلش، ما رجعت منها الحين وهي عدلة. فهي توفى الساعة تعارضت ماتت. نعم. فضل مليونين. سويت لها من عندها الضحية ب500. نعم. أظل المليون ونصف ساشين المن عطيهم لني. نعم. أنت توجهني سيد. تمام، تسمعين الإجابة. عندك مداخلة سيدنا؟ الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا يا حجية أم علي، والله يرحم والدتك ويطول عمرك وينطيش الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لحضرتك على اتصالك. عندنا اتصال من أبو صادق، صحيح؟ أبو صادق تفضل أخويا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. مأجورين إن شاء الله. يا اهلا وسهلا اخوي العزيز. سيدنا عندنا حشرات تطلع بالبيت دود، اي بقيت الحشرات اسممها اودلها شم وتموت، الجائز هذا. تمام. وعندنا جدتي عمرها 95 سنه. نعم. والصوم الصوم يضر بصحتها الدكتور قالها، وهذا وهي صايمه يعني ما تفطر. أنا من عندها شفت الدكتور مال من عندها الناس تحكي لها وهي صايمة تقول ما أفطر وهي كامل عقلها يعني مو وعيها، مو تقول مثلا ما تعريف أو كبرانة أو هذا. زين سؤال أبو صادق، الله يعطيها الصحة والعافية ويقويها إن شاء الله. هي من قاعد تصوم قاعد تتأذى لو ما قاعد تتأذى؟ هي تتأذى للعلاج، والدكتور يقول لها تتأذين ولازم تاخذين علاج وهذا، وهي هسه نازلة. شكرا. نص ايام نازله، سبعة ايام نازله. سيد احس عندك كلام، تفضل سيد. اقول شوفوا يعني 95 سنه عمرها والصوم، وتقول احنا جزعنا من عند الدكتور وكذا، هي اصح من عندكم، هي اقوى من عندكم وتشوف نفسها قادره، ولذاك الله عمرها 95 سنه. 95 سنه الله معمرها لانه تمشي بحسب الضوابط. الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها ان شاء الله ويطول عمرها بصحه وسلامه وعافيه ويرزقها حسن العاقبه. شكرا لك، تسمع الاجابه ان شاء الله اخي ابو صادق. تحياتي لحضرتك، وإن كان مداخلة السيد تضمنت الإجابة بس تسمعها بشكل صريح بعد قليل إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخ الكريم. آخر اتصال بعد ناخذ. ها سيدنا وقت عندنا. أي ناخذ اتصال أخير إذا تسمح لنا. أبو كرار تفضل أخوي. تفضل يا أبو كرار. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله. علينا وعليكم وعلى الجميع إن شاء الله. يا أهلا وسهلا. يقول لي استاذي احنا هسه اكو التلفزيون من باوع مثلا يقول بالسبعه الباقي ربع ساعه للفطور. نعم. زين تنتهي تفطر الساعه والاذان ياذن، يعني افطر برا الاذان لو على الساعه لو شنو. نعم. الاذان اللي هو بمحافظتك صحيح؟ اي يعني الجامع من ياذن المغربيه بالفطور. صحيح. واضح. شكرا جزيلا لك اخي الكريم ابو كرار، تحياتي لك. بس اهم شيء لما تفطر تدعينا وياك. شكرا لك على اتصالك. نكتفي بهذا القدر من الاسئله والاتصالات. شكرا على التنبيه سيدنا. بالنسبه للوقت الاخ جاسم كاسب على باب الله ويقول اضطريت اسافر 4 ايام 3 ايام
افطرت، تقول ما اريد افطر، اقدر اصوم وانا في السفر؟ الله رخص، الله رخص الانسان على ان لا يصوم في السفر. نعم. وهذا الترخيص انصافا على نحو العزيمه. نعم. العزيمه يعني مجبر ان تفطر. نعم. مو انه بكيفك. لا، انت مجبر ان تفطر إنزام. لان الله لم يشرع الصوم في السفر. فاذا قلت قربت الى الله، الله يقول انت جاي تقول شيء اللي انا ما قايله. فالصوم في السفر غير جائز، وإن شاء الله تبقى فاطر، بس امسك الامساك على حال مستحب في أيام رمضان، وإن شاء الله تقضيهن في وقت آخر إن شاء الله. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أحمد ما قدرنا نفهم اتصاله بسبب صوت التلفزيون العالي، إن شاء الله يتصل يوم غد ويطرح سؤال. الأخ مهند عنده لوري، سيارة كبيرة، يقول لوري قلاب ويطقون صورة وينطونه 25,000 أو 40 غاز، الحصة مالتي الباقية ما أدري وين تروح. يعني السالفة هي هذه أخواني، حتى الناس يكون على صورة. نعم. ذولا أهل المحطات بعضهم فاسدين، شو يسوي؟ لأن السيارات الكبيرة عندها حصة 40 لتر يومية، فهو شو يسوي؟ ما يحتاجها، لأن هو قاعد بالبيت ما له خلق، ما عنده حمولة، يجي يقولها أنا أريد هاي الحصة مالتي. ذاك أبو المحطة شو يقول له؟ يقول له تدخل، لأن يعني يأخذون صورة، لأن يطون اللي يقول يا بيت وين الغاز، يقول السيارة مرقمة كذا طيناها، السيارة مرقمة كذا طيناها، السيارة مرقمة كذا، يعطي تقرير عن السيارات المرقمة، فهو يأخذ صورة على أساس هذا فول، هو ما فول، هو منها دخل منها اقتلع، يعني يدخل من باب ويخرج من أخرى. فالبنزين ما الغاز ما تقع، الغاز موجود، يبيعها أبو المحطة أو الفاسدين من جماعته، يبيعوها سوق سوداء، بالسوق السوداء اللي هو مثلا بأربعين 400 يبيعوه مثلا ما أدري 750. المهم هذا المسكين أبو التريلة حصتك هذه، يقول أنا ما جاء أشتغل، أروح أبيع الحصة هذه، يعطوني 25 وأقعد بالبيت ما أشتغل. سمح السيد يعتبر هذا خلاف النظام وخلاف القانون، ويعتبر أنه فيه إشكال. فيه إشكال أخي مهند، تحياتنا لك وشكرا جزيلا على اتصالك. أم عباس تقول عن داينة فلوس من زمن القديم، والشخص اللي داينت من عده قالت ما اريد بناتي يدرن، تقول مع ذلك انا لما رجعتهن طلعت ابيد بناتها، والمره توفت واني في حيره من امري. على اي حال انت امنتي بيتها، لما امنتي بيتها ووثقتي بيتها وتروح تعطين ماما، تقولي بعدين انا اشك ان هاي بيتها انطتها لولا. الشك بالانسان اللي انت امنتي به سابقا على اي اساس؟ انت وثقتي بيه لو ما وثقتي بيه؟ إذا ما واثقة شلون اعطيتيها؟ وإذا وثقتي شلون تشككين فيها؟ نعم. فأنت على أي حال حجية، إن شاء الله موصلتها هاي بيتها إلى والدتها، وليش تشكين زايد؟ يعني ليس عندك سوء ظن. السؤال الثاني أيضا من الحاجة أم عباس، تقول أنا مريضة أعصابي ورجلية، جربت يومين وما قدرت، قواية انهار تماما يعني. جربت المرأة، ما دام جربت فهي على حال بينها وبين الله عندها عذر، يعني يا رب أنا صمت وشفت نفسي كذا، فأنت معذورة حجية، وإن شاء الله تعالى تعطين فدية بعد رمضان عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطحين إلى الفقير. أحسنتم سيدنا، يكون قبل لا يوصل رمضان المقبل صح؟ يعني العاجزون عن الصيام بعد رمضان ينطون، أما الغير عاجزين عن القضاء إلى قبل رمضان القادم، حتى يمكن يقضون، إذا قضوا بعد ما يحتاج. واضح سيدنا. الأخت فاطمة تقول أصلي بالسجادة وأخلي راية هي تسميها راية الحسين عليه السلام، بها صورة رمزية للإمام الحسين وصورة رمزية لفرس الإمام الحسين. أولا وثانيا، أولا أنه وجود الصور والتماثيل أمام المصلي مكروه. أنا الآن من أدخل الحسينيات أشوف صور، أقول لي ما يصير، هاي دار عبادة، ما لازم يصير صور. الصور أمام المصلي مكروه، هذا واحد. وانت حاطته ما شاء الله بسجادتك، يعني حتى الصورة مو بس التمثال أو القالب. لا لا، صور نعم. صورتي أنا بالغرفة وأصلي مكروه، هذا واحد. اثنين، عفوا سيدنا آسف المداخلة، بس لما تكون باتجاه القبلة، لو إذا كانت منا لا لا باتجاه القبلة، اتجاه القبلة نعم، هذا أولا. ثانيا، انت حاطة صورة العباس أو الحسين وتخلي رجليك عليها وتسجدي عليها، شلون هذه؟ إذا نقول هذه صور، هي ليست صور المقدسات، هاي منسوبة، هذه رمز، فليس صحيحا، هاي الطريقة مو صحيحة وما إلها أي حسب تعبير المعنوية، بل فيها نوع من الإهانة، تقعدين عليها وتخلين ركبتك عليها، هذا مو صحيح أصلا. هالقضايا خلوا سجادتكم سجادة بعيدة عن
الزرق والورق والهوسة، خليكم على حل، بالكم يلتفت إلى الله لا يلتفت إلى هالأمور هذه. أحسنتم سيد. الأخ يعقوب تمت الإجابة عليه في حينه. سيد بلال واليمين الغموس سيد، راح المحكمة وحلف كاذبا. نعم. الحلف كاذبا في المحكمة أمام القاضي حرام شرعا. نعم. فلا بد أن يستغفر الله استغفارا جديا ويتوب إلى الله، لأنه في الواقع كذبة وأقسم كاذبا. ماذا عن الكفارة؟ لا كفارة فيه، وإنما يستغفر الله سبحانه وتعالى. الكفارة وين؟ إذا حلفت على شيء أفعله أو أتركه وأنا خالفت ذاك بها، هذا لا، هذه يمين. إذا كان الحاكم قد حكمه هو يتحمل تبعات الحكم. نعم. بثواني بسيطة سيدنا، إذا تقدر تحكي لنا عن هذا اليمين وخطورته حتى يصير بلا إشكال. هؤلاء الذين واقفين باب المحكمة يعطي 25 دينار يقول تعال احلف تعال كذا، هؤلاء يوم القيامة سيوقفون موقفا صعبا جدا لإثبات ما قسموا عليه. ما يقدر يقول يا رب أنا الأحمر هذا 25 ألف، يقول لا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. مرات مو من أجل الفلوس، مرات من أجل أشياء ثانية سيد. مولانا الأكثر اللي واقفين الفلوس، أما إذا لا أريد والله أخويا وابن عمي وإذا دافع عنه وأريد نصرة، لا يمكن أن الإنسان ينصر الآخر بالباطل، لابد أن أنصره بالحق. أنصر ذنبها عظيم سيدنا. جدا جدا. حامد يقول عندي سفر للبادية أتسحر وأطلع 48 كيلو يوم واحد. حجي إذا طلعت هالطلعة هذه، إذا ترجع قبل الظهر قبل ما يأذن ترجع لبيتك، تقدر تجدد النية وتبقى صايم. إذا لا تيجي تطول وهناك تسوون على حال قعدون للمغرب، صومك باطل، يعني أنت مسافر والمسافر صومه باطل، يقضي ما سويت حرام، لا 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 لا، روح روح ماكو إشكال مو حرام، ولكن صومك باطل لازم تقضي مرة أخرى. الأخ أبو ضياء يقول يسأل عن المسافة الشرعية من تبدي، من أطراف المدينة لو من بيتنا؟ كل الفقهاء يقولون على أنه المسافة تبدأ من آخر بيت من المدينة، من آخر بيت، من آخر بيت، يعني من أطلع من النجف إلى السيطرة. وين سيطرة النجف؟ بعد السيطرة إذا أكو بيوتهم الآن ما لها علاقة الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة. لا لا ما يخصنا بالأقضية والنواحي، نفس المدينة اللي أنا فيها، نفس المدينة. جاي أروح كربلة لازم قرية الغدير أتجاوزها وحي النداء، بعدين أبدأ المسافة الشرعية، أبدأ بالعد مو من بيتي. واضح. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو عباس يحكي عن المعدات الشفل وخمس براميل غاز ويزودون، ومرات يقول نشتري ومرات نبيعها، حكم سيد. الأخ الكريم راد يسوي فتح حاجة، شو يقول؟ يقول سيدنا أنا عندي حصة، هاي الحصة بعض الأحيان زايدة أبيعها، بعض الأحيان ناقصة راح أشتري، فليش أنت ما تجوز لي بيعتي ذيك في قبال هذه؟ لا أدري، واقعا لا أدري أنه أنت مخالفتك للنظام هذا هل فيه حزازة، يعني واقعا سماحة السيد يرخص فيها أو ما يرخص فيها، فيظهر على أنه بيع هذه المواد اللي هي مخصصة للشفلات، مخصصة للسيارات الآليات، هذه في واقع الحال نوع من السوق السوداء اللي سمح السيد عنده بها إشكال. نعم. الأخ منتظر يقول سكني بالبصرة عملي بالعمارة أكثر من 50 كيلومتر، 14 يوم السفر مالته. هو يقول أنا بالعمارة قاعد ببيت. نعم. بالعمارة قاعد ببيت بس شغله 50 كيلو رايح وجاي طول ال 14 يوم. نعم. فأنت كثير سفر يا حبيبي، أنت كثير سفر، يعني أنت في ال 14 يوم يوميا مسافر 50 كيلومتر، فأنت كثير سفر. حتى لو تجي للنجف صلي تمام الصوم، تروح كربلاء صلي تمام الصوم، تروح لإيران صلي تمام، سوريا أي مكان تروح صلي تمام الصوم، لأنك كثير سفر. أحسنتم سيدنا. الأخت الكريمة أم علي تقول والدتي كانت في حياتها يعني ساكنة عندي ومصرفها علي وحالتي أنا كلش ضعيفة، تقول توفت الآن وتركتها 2 مليون دينار، سويت ضحية لها ب500، الباقي 1.5 مليون، شنو أتصرف به؟ هذا سؤال الحاجة أم علي. للورثة، للورثة. أنت عندك أخوات أخوة، روح يقعد أبويا، هاي مال أمنا، 1.5 مليون باقي مال أمنا، فهذا إرث لا بد أن يوزع على الورثة. فإذا الورثة قال يا بنت زاحمتي الأمي وكذا وهذا إليك، جيد، بإجازة الورثة تقدرين تأخذيها، وإلا لا بد أن تقسم.
أحسنتم سيدنا الكريم. الأخ أبو صادق يقول نسمي الحشرات بالبيت. عليه حال المبيدات الحشرية هذه لا إشكال فيها إذا كانت الحيوانات مؤذية. الحيوانات المؤذية عليه حال تكافح. وإن كان بعض المؤمنين يقول أنا ما أقتل نملة أصلا، هذه على موجودة إيش أسوي؟ واقعا هذا نوع من حسب تعبين الإنسانية في مقامها الأعلى أنه حشرات، بس إذا مؤذية شو تسوي؟ زين سيدنا مهي يعني حد المؤذية النمل يعتبر مؤذي مثلا؟ ما أدري أخي الكريم أنا وين ما أروح أشيل لي تمرة بها نمل، أشيل لي مدري كذا بها نمل، يعني حياتنا صار كلها نمل. فأروح شو أسوي أنا من مكان اللي هذه أحاول أخلي مبيدات حتى لا تجي إلى المطبخ أو كذا. واضح. سؤال الثاني كان عن جدته اللي عمرها 95 سنة وصائمة وطبيبي قال لها تصوم. دعوها تصوم، دعوها تصوم يا أخي، هي جاي تقول أنا صائمة وتعانت جزاها الله خير، خلي تعانت في الحق يا أخي. 95 سنة شو تريد بعد؟ تبقى 120 بعد؟ هي صاحية، المرة تقول أنا صاحية، وهذه حجة علينا جميعا جميعا. أمس خابرني واحد والله سيدنا أنا ما أدري مواليد 65، قلت له يعني أنت بعدك شاب ما شاء الله، مواليد 65 يعني شقيت كلك 53 سنة. فأقول يعني بعض الناس حسب تعبيرنا يريد أن ماذا؟ يريد أن يتنصل عن الواجب الشرعي. دعوها دعوها تصوم إن شاء الله. الأخ أبو كرار هذا آخر سؤال كان يعني يسأل عن الأذان مال الجامع ويقول إحنا مرات التلفزيون وكذا، فجوابكم على هذا الموضوع سيدي. حجي إذا تثق، إذا تثق بالمؤذن وعندك وثوق بالمؤذن، طبعا أذان منطقتك مو قناة كربلاء مال كربلاء وقناة النجف مال النجف وأنت قاعد بالموصل، لا يختلف هذا كل أفق بأفقه. إذا مؤذن المنطقة تثق به وهو دقيق فيجوز لك أن تأكل، وإذا تبين يوم الأيام ترى هذا من قبل مثلا قبل دقيقتين أذن لازم تقضي ذلك اليوم، لذلك احنا نحتاط شوي نعطي مجال حتى ناكل الإفطار. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام والتقدير لحضرتك، شكرا على كل ما تفضلت به. بارك الله بكم، حياكم الله. شكرا شكرا. لا تنسانا بدعائك سيدنا عند الإفطار وكذلك المشاهد الكريم. الله يوفق الجميع ويدفع عنكم كل سوء ويتقبل أعمالكم وأعمالنا إن شاء الله تعالى. اللهم آمين. الشكر لكم سادتي الكرام مشاهدي هذا البرنامج، ونفس ما قلته للسيد أقوله لكم، لا تنسونا في خالص دعواتكم عند الإفطار إن شاء الله، لأن للصائم عند الإفطار دعوة مستجابة. شكرا لكم في رعاية الله وحفظه.